لانهم يستحقون كل شكر وتقدير وبمناسبه عيد الفطر السعيد قام محافظ اللاذقيه ابراهيم خضر السالم بمعايده وتكريم ابطال الجيش العربي السوري المرابطين على خطوط النار والتماس مع المجموعات الارهابيه المسلحه في ريف اللاذقيه الشمالي. وجودنا الان مع القياده العسكريه في هذه النقطه المتقدمه في منطقه دورين مع رفاقنا قوات الجيش العربي السوري تشرفنا بوجودنا معهم استمدينا القوة منهم نطبق ما قاله القائد الخالد حافظ الأسد فمن حمل في قلبه وعقله الشهادة لا تقهره قوة ولا يهزمه عدوان وكما قال سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد هؤلاء عهد الله فصدق عهد الله والوطن فصدقوا العهد وجعلوا من أجسامهم جسور محبة لتسير عليها الأجيال القادمة لذلك رأينا في هؤلاء الشباب مستقبل الوطن إن شاء الله العيد القادم تكون هذه المناطق قد طهرت من آثار العصابات التكفيرية المسلحة نقلنا لهم تحيات القيادة في هذا اليوم المبارك عيد عيد الفطر السعيد كل عام وانتم بخير والوطن وسيد الوطن بالف خير والى النصر ان شاء الله في الايام القادمه. كل عام وانتم بخير وانتم سيد الرئيس بخير. كل عام وانتم بخير وقاد الوطن بخير وان شاء الله ينعاد علينا بالنصر الكبير راح يتحقق ان شاء الله بالايام القريبه. ببارك بعيد اهلي بمنطقه سلمي وبعيدكم كلكم وبشكركم على الزيارة اللي إلنا. باذن الله نحن هون صامدين لحتى ندحر اي ارهابي واي محاوله تسلل عصابات الغرب هون مغبرتين بسوريا يلي ما بيعرف الجيش العربي السوري يجي يشوف الجيش العربي السوري مقبره الارهاب عنا هون بسوريا وكل عام وسوريا بالف خير هم الاحق بكل معايده وتكريم لانهم حماة العرض والارض حماة الديار عليكم سلام